انا عندي وياك مشكله صراحه. يكذبون مالك كذبون، خذها مني كذبون. ربما الصدق ربما الكذب. يجي مثلا يرجع البيت يحط الحرف اللي وياه في البيت. العصبي نفسي انا واحد احمق ويكون كاظم الى غيظه يعني. بالعكس انا قلبي ابيض. تدخين له دور؟ لا هو يعتمد، اذا كان مدخن يمكن يعصب. بالذات المدخنين؟ في المدخنين ناس زينين يعني. السلام عليكم، وياكم محمد في برنامج وش يقول. سؤال الحلقة اليوم، صدق ان الواحد يصير عصبي في شهر رمضان؟ لو تحسون انه كذب لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتنشرون المقطع في كل مكان وتفعلون جرس تنبيهات. السلام عليكم. يكذبون مالك كذبون، خذها مني كذبون. يبين عليك ما تصير عصبي. اي انا مو عصبي، بس في ناس لا صدق يصيرون على الشيطان وزهم. يمكن بعد ان شاء الله بعد انت ما تصير عصبي. ما حد عصب عليك من قبل في شهر؟ لا ما حد عصب. ربما صدق ربما كذب، لان هذا الشيء نفسي يعني، مثل الواحد من قله الاكل والشرب فياثر على صحته يعني، وبالتالي يعكس عليه في تصرفاته. بس المفروض يتحلون بالاخلاق وبالصبر للمغرب على الاقل يعني، مو طول اليوم، للمغرب على ما يفطرون وتالي انه اوكي بصير الوضع، لان هذا شهر رمضان شهر يعني المغفره والرحمه، والمفروض الواحد في هالشهر يعدل اخلاقه. صح، والعصبي والنرفزي ما تجي الا قبل الفطور، بس اتراول عقب الفطور يرجع طبيعي. عقب الفطور تجي النومه. النومه بس يرجع طبيعي يهدى. في شهر رمضان لو تصير عصبي ما له داعي تصير عصبي يعني، هو هالشيء يعني تمثيل منك لو كذي يعني من الصيام من الجوع. يعني الجوع، يعني الجوع يخليك تصير عصبي احيانا؟ ايه يمكن الناس يعني متفق، في ناس الجوع ياثر على نفسيتهم، من ضمنهم انا. وقت الجوع لا تقرب صوبي. يعني ما نجيك في شهر ابدا. لا ما تخوفني انا. ما تخوف شو، تعال قرب قرب صوبي رمضان وشوف. انا كله في المرخ في شهر رمضان. حياك. والله شوف، شهر رمضان يعني كلامهم لحد ما صحيح يعني، بالنسبة للي يدخنون أو اللي متعود على عادة معينة، مثلا أكل معين أو مريض يعني، مثلا في الضغط، في كوليسترول، في متعود على حبوب معين، لا فهذا في شهر رمضان يتغير عليه البرنامج، فتحس أن بعض الهرمونات في الجسم تنزل، فهذا يسبب بعض العصبية، والحمد لله إحنا ما إحنا منهم يعني. الله رمضان وكل شيء عادي. الله يخليك حي. الله يسلم. مو بعيدة، بعضهم صدق يعني عصبيين، بعضهم لا يمثل يعني. شوف بس أشوف أكثر الناس هادين في شهر رمضان مو عصبيين يعني. بس يجرحون صيامهم كذي. إيه بس كذي يجرحون صيامهم يعني. لا شهر الله بعد يخليهم يهدون، عادة العصبي يعني يهدى في هالشهر باعتباره صايم يعني. في هذا، في بعض الناس صيرون كذي. من ويش يعني؟ ما أدري. في واحد عصب عليك من قبل في شهر رمضان؟ لا بس تشوف ناس عصبوا على ناس غير. يبين عليك طيب حبيبي، الله يحفظك. شكرا. انا بعد بين علي طيب. ايه حبيبي والله، تصير صديقي. لا اوكي، يا الله يلا مع السلامه. لا اصابي شوفها رحم الله والله. يصير يعني، يصير انه في عصبي. يصير من ادم من الصيام يعني. والله العصبي حتى بدون صيام يعني، بس هو يزيد هذا بعد. يعطيك العافية سيد. بس حياك الله. قول ألو. ألو. واش اسمه؟ واش اسمه؟ سام. واش اسمه؟ سام. بأي صار؟ أسان الله. ما أدري. كيف ما تدري في شهر رمضان؟ كله حرارة. في ناس يعني من الصيام يصيرون عصبيين. يعني صدق هذا لو هم يمثلون يكذبون يعني؟ يمثلون يمكن. ما تدري؟ لا. يلا ام بكتر كذا الحين كيلو وين بعده؟ اعتقد انه مو تمثيل، هو يمكن طبع. في بعض البشر يطبعون بعض الامور فيقول لا تحاكي، انا قاعد من الصبح ما لي زاغر اكلم اي انسان. لكن الانسان مثلا يواظب على الصلاه الفجر في الوقت، بس عنده شيء كانه يعني روتيني صح؟ فنفس الشيء الاخلاق وشلون التعامل هذه حثنا عليها آل البيت والنبي محمد صلى الله عليه واله، مو شيء جديد علينا، بس اعتقد انهم قاعد يخلقون هاي الهاله وما عليها داعي.
وشهر رمضان الله يعودنا إياكم إن شاء الله عليه هو جاينا عشان نعدل أخلاقنا، عشان نحس بالآخرين، عشان نكون مثال لأولادنا. كثير من البشر أنا من رأيي يعني يبكون على الحسين، يروحون زيارة الحسين، لكن أبسط شيء ما يعاملون زوجاتهم اللي يخدمونهم 24 ساعة عدل، كلمة طيبة ما يقول لها. فما في أي عذر غير نعدل أخلاقك، وهذه فرصة طيبة خاصة أنهم مكفين لكم بعد الرواتب 6 شهور، خلاص يعني ما في عصبية على ما يقولون. موفقين إن شاء الله وكل عام وانتم بخير. يعطيك العافية، إجابة متكاملة صراحة، ما قصرت حبيبي، يعطيك العافية. فما الله. وعلى حسب المزاج، إذا طبيعة الإنسان تتغير هي الصيام عدم الأكل، وإذا هو كان أكيل يعني بدرجة ثقيلة وينحرم بعدين أكيد بيتغير مزاجه. يمكن يدخن بعد؟ على حسب ما قلت، التدخين له دور، المفروض يستغل شهر رمضان يتخلص من التدخين. ما تعطيهم نصيحة عشان ما علشان ما يعصبون؟ هذه فرصة الحين اجتياح المرض وجاي شهر رمضان مبارك، المفروض يغتنمون الفرصة. والله يعني هو كل واحد وصبره، يعني في ناس يعني في الأحوال العادية صايمين لهم وصايمين يكونون عصبيين، يعني ناس هادئين حتى في رمضان يكونون على قولتنا يعني ما عليهم بأحد ولا يعصبون، حتى لو يعني صارت مواقف بتعصبهم يحاولون يتجنبونها. يعني الجواب اللي المفروض أقوله لكن في ناس كذي وفي ناس كذي، بس إن شهر رمضان هذا الشهر يحث على إن كل واحد يقوي أخلاقه، يقوي إيمانه، يقوي الأشياء الإيجابية، يعني لشكل إيجابي، عرفت شلون؟ إذا كانت سلبية لشكل إيجابي. فويش نصيحتك إليهم في شهر رمضان؟ النصيحة يعني تقول إن يعني حتى لو الواحد تصيده مواقف تنرفزه لازم يتذكر انه في شهر الله، وهو شهر مغفرة وشهر عفو ورحمة، فيعني يتجنبها، وحتى لو يعني صادته هي المواقف يقتدي بآل البيت والنبي ويكون كاظم الى غيظه. يعني لا اتوقع مو تمثيل، لان قلة الاكل والماي تخلي الواحد يعصب، فترة ولية ما فيها تمثيل. بس ان هذا يعني في هالموضع هذا يجرحون صيامهم، والمفروض ان ما يجرحون صيامهم ويبادرون يعني بالكلام بالحسنة وكذي، عرفت شلون؟ للخاء صح كلامك سليم، لكن بعد وش سوي ياهم اذا هم يعني تعصبون ازيد من اللازم؟ لازم انت حاول اذا تحصلت احد كذي انصحه ان شاء الله. موجه نصايح بس يلا مو مشكلة. لا 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 هو يعتمد، اذا كان مدخن يمكن يعصب، بس مدخن يعني الاوادم كله يحطون على المدخنين، وانا اشوف المدخنين ناس زينين، يعني ما بنقول هذاك لا انا ما ادخن، لا توهقنا الخاف. اي لان انا في بالي كذي يعني اللي يعصب اكون يمكن من قلة الاكل، من قلة الشرب عدل او شيء كذي، بس ان شاء الله يعني ما يصيروا عصبيين، لان هذا شهر رمضان شهر الرحمه، وهالسنه الكل قاعد في البيت. الله يستر. لا لا اكيد طبيعي طبيعي، طبعا في ناس بالذات المدخنين تلاقي دائما انكم تنرفزوا على اعصابه شيء بسبب شنو اللي هو التدخين، نقصد النكوتين في الجسم، فتلاقيه متوتر. هاي سبب من الاسباب، وفي ناس بينه وبينك ما تتحمل الصيام فيتنرفز مجرد ما هو يحس مثلا بالعطاش او بالجوع شيء، خصوصا ويا الجو في البحرين، وهالسنه شكله بعد كورونا وبنقعد في البيت، الجو كلش يخلي الواحد اللي ما يعصب يعصب. لا بالعكس والله الجو السنه احسن من السنين اللي راحت، وموضوع كورونا دي ما يبدي يدخل في الصيام، مثل ما يقوم هالايام مسوي مؤتمر اسلامي بخصوص اللي هو الموضوع كورونا. طبعا النبي محمد من 1400 سنه عليه الصلاه والسلام، المريض يفطر والصايم مرين، المريض يفطر والصايم يصوم، الصاحي يصوم بمعنى، بس ما له تبي فات ولا تبي شيء، يعني انت مريض افطر وبعدين ادل عليك، وهاي المشكله ما فيه، بس ما فيه اي شيء. لا العصبيه لازم في قريب شهر رمضان او قبل شهر، العصبي عصبي زين، والعصبيه نفسي انا واحد احمق، واقل شيء حمقني وخليني اصارخ سواء شهر رمضان او غير شهر رمضان.
لا هذا شيء طبيعي يعني، هذا يعني واحد صايم زين وجوعان 16 ساعة راد الصيام زين، شيء طبيعي انه يعصب يعني. انت من اللي يعصبون اسماعيل؟ لا انا ما اعصب صراحة، انا ما 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 قص عصبت يعني. انا اشوفك واجد عصب اسماعيل في شهر رمضان وغير شهر رمضان. لا ما اعصب انا، بالعكس انا قلبي ابيض واجتماعي وشعبي زين، ما عندي اي مشاكل ويا اي كان، لا عود ولا صغير. انا سمع يعني لو مو الوضع الحين كذي كان اقول لك تعال باحبك. حبني انا بعد احبك ترى. حياك الله، يعطيكم العافية. والله في ناس يعني يصيرون عصبيين زين حكم الصيام والتعب، خصوصا إذا في الشغل صار ضغط وكذي، يجي مثلا يرجع البيت يحط الحرف اللي وياه في البيت. إيه دا بعد شغلة تيمد كيبة. إيه دا بعد. سيد أنا أشوفك واجد عصب صراحة في شهر رمضان وغير شهر رمضان. لا أنا مو عصبي. إذا عندك وياي مشكلة قولها. ما أنا عندي وياك مشكلة صراحة. هذه اللحية مبارك. الله يسامحك سيد، يلا قلب وجهك بيتكم. في شهر الكريم بالنسبة للعصبية في ناس تتعصب اللي هو اللي يدخنوا، وفي ناس العصبية فاقدين شيء يعني، مثلا من قلة الأكل الجوع شيء يتنرفز بسرعة يعني. هذا صد؟ اي هذا موجود، بس أشوفه يقدر يتغاب عن هالشيء بالصلاة على محمد وآل محمد.